الآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المركز 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، وجاءت في المركز الثاني عربيا. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية والمؤشرات العالمية التي تخص الشأن المصري أو تتعلق به. كما سلط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن التقارب غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة القناة. يأتي ذلك خلال لقاء رئيس هيئة القناة لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لبحث السبل لتعزيز أواصر التعاون المشترك. وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والممتد الذي يجمع الهيئة بالشركات والترسانات الكورية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة بعد استراتيجي إضافي للقناة برفع التصنيف العالمي لها وزيادة قدرتها على استقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمية. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن قناة السويس تكتسب أهمية خاصة لكوريا الجنوبية باعتبارها شريانا رئيسيا لتجارتها الخارجية، مما يجعلها محورا هاما في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كوسكو برئاسة فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لبحث السبل التعاون المشترك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. من جانبه أكد فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. وانخفض خام برنت بنسبة تقدر ب 28% ليصل إلى 87.9 دولار للبرميل. كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة تقدر ب 25% مسجلا 86.16 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 2.1% لتصل إلى 3 دولارات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1% لتسجل 3.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي مع بطء وتفاوت تعافي الاقتصادات من آثار جائحة فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف الصندوق أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من المسار الذي كان عليه قبل الجائحة، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى. إلهام مهيب، شكرا لك نار.